السلام عليكم، هاي. هالأسبوع شفت فيديو على انستغرام من جريدة عن يعني مقابلة مع واحدة، مع أم واحد في توحد. فأنا وايد استغربت من طريقة الناس وشون يسألون أسئلة ويتكلمون عن الناس اللي فيهم توحد، واستوعبت إن إحنا ما في وعي توعية بالكويت على الموضوع أو على الناس اللي فيهم توحد. وما أدري، يعني حسيت إن نحتاج أنا نتكلم عن الموضوع أكثر، وفكرت أسوي الفيديو لأن أول شيء إنه شلون شنو التوحد من علمي أنا، يعني من طريقتي. أنا ما درست توحد يعني بالجامعة، عن توحد بالجامعة اشتغلت معاهم، بس من نفسي يعني أحب أدور، أحب أتعلم وكذي. فالشخص اللي فيه توحد، لازم أقولها جملة، نفسنا ونفسكم، يفهم كل شيء، يفهم، يسمع كل شيء، يفهم كل شيء. المشكلة بالتعامل مع الناس. يعني في بعض الناس طبعا توحد في درجات منه، في منهم يمكن اللي فيهم توحد ما يقدرون يتكلمون، في منهم يتكلمون وايد زين، في منهم مع التدريب. يعني عجبني في مسلسل الحين بأمريكا طالع، واحدة اللي فيها توحد قاعدة تقول إن أنا الحين قاعدة أتكلم بهالطريقة، هي تقدر تتكلم طبيعي وكذي، فقاعدة تقول أنا وصلت هالطريقة عقب 20 سنة من أنا أتدرب على الكلام والحكي وطريقة التعامل مع الناس. فهذا شيء وايد مهم ان نعرفه، ان اذا تشوفون احد فيه توحد ويتكلم ومو مبين عليه، لانه ياخذ وايد شغل على ما يوصل هالمرحله، يمكن مع بعضهم. فشنو التوحد يكون صعب، اصعب شيء يمكن التواصل الاجتماعي مع الناس. اي، من اهم الفيديوهات اللي شفتها لما تشوفون في وحده، راح اجرب الطريقه، احطها الحين بالفيديو او احطها بالكومنت، ادور طريقه، لان هاي من ابرز القصص، كان شيء عجيب. والحين يعني وصلت مرحله كانت قاعده تقابل ممثلين بالامريكا، طبعا مو هني، في وحده فيها توحد، اهلها وايد اشتغلوا معاها سنين، اهلها وايد تعبوا عليها، وايد اهتموا فيها، ليه كبرت ما كانت تقدر تتكلم، وكانوا يعلمونها تتكلم على الكمبيوتر. فيقولون على يوم أنا كتبت بالكمبيوتر من نفسها HELP، help، مساعدة، فاكتشفوا أن هي قاعدة تستوعب شنو اللي قاعد يصير، وقاعدة تجاوب وترد يعني. بس هي لما تشوفون إعاقتها من برا يعني شديدة، ما تقدر تتكلم وتسوي حركات يعني احنا نشوفها غريبة. يعني أدز لكم الفيديو راح تشوفون شنو قصدي، غير لما تشوفون واحد في توحد وتقولون شكله طبيعي، وغير لما تشوفون في واحد ويبين انه يكون اعاقة شديدة. فهي من الناس اللي فيهم اعاقة شديدة وما تتكلم، فشافوا على يوم انا بدأت اتكلمهم، فشوي شوي بدأت يكلمونها وبدأت تكتب. الحين ما شاء الله عليها كاتبة كتاب، تسوي مقابلات. ولازم تشوفون هالفيديو، لازم عشان تفهمون انه شون لما نقول لكم نفسي ونفسكم، بس طريقة تعبير الجسم وطريقة التعامل، ومتعامل سوشيال كيوز، يعني الطريقة الاجتماعية مع الناس هي اللي غير، بس كل شيء يفهمون، كل شيء يسمعون. في بعد شيء واحد أبي أقوله، قاعدة أجرب أحط كل شيء بهالفيديو، عشان يعني هاي الفيديو الأساسي، فخي جرب يعني أجرب يكون في كل المعلومات. فالناس اللي فيهم توحد اللي أنا أشوفها إنه يكونون على نياتهم، يعني يقولون شيء ويمكن واحد يصير فيه هذا، شلون تقول كذي او شلون تقول كذي، او يعني يكون صريح، بس هو ما كان يكون قصده انه يأذي احد، بس انه يكون وايد صريح. مثل في مسلسل قاعد يجربون انه يدورون كابل، يعني اللي فيهم توحد، يساعدونهم انه شلون يدارون حياتهم من الجهة الاجتماعية. فيقولون حق الولد انه انا ندور لك مرة، قالوا حق ريال انا فيها صفات من امك، فهو كان يقول إيه، بس ما بيك تكون يعني كبيرة مثل أمي، هو ما قصده يعني، بس أنا الصراحة مالتهم وايد يكونون وايد صريحين، وايد honest، وايد direct، بس هو مو قصده أن أبي أمي كبيرة من شيء مو حلو، على نياتهم. فهذا كتب يزيده، لازم كنت أزيده بالفيديو، لأن أحس هذا صفة موجودة في الناس اللي فيهم توحد، وهم على نياتهم أنه ويأخذون الكلمة مثل ما هي. يعني مثل إذا قلت حد تعبانة ودي أنام 20,000 ساعة، يمكن أهما ما يصيدون 20,000 ساعة إن قصتك أنت بتنامين وايد، بس أنا عبالهم أنا صدق بتنامين 20,000 ساعة، لأن يأخذونه دايركت.
طبعا ما ادري اذا كلهم، بس في منهم يفهمون بهاي الطريقه وبس، بس يكونون وايد على نياتهم. فهذا يعني شيء احسه وايد وايد سويت. انا شنو كانت تجربتي مع التوحد؟ انا ما فيني توحد، بس هو ما ادري، ما اعتقد فيني توحد، يمكن فيني لانه هو في درجات. بس هذا هو الشيء يعني، لانه في يعني كلنا نقدر يعني نحس باللي في توحد. شنو يحس فيه يعني؟ أحس هو توحد مجال الكل يقدر يفهم اللي هم يمرون فيه، بس في يعني تصرفات أحس كل شخص يسويها يعني يقدر يتعاطف مع اللي فيهم توحد. يعني مثل أنا شخصيا، أنا إذا حد يكلمني وأنا مندمجة مع الشخص بالسالفة وقاعدة أسمع له، ما أقدر أكلم أحد ثاني. يعني مرات وايد أسمع ليش قاعد تحقرين، ما قاعد أحقر، قاعد أركز هني، يعني قاعد أسمع هني، فما أقدر أركز على كم شيء نفس الوقت. لازم أركز مع شخص شخص، صعب علي أركز مع كم شخص بنفس الوقت. شيء ثاني يعني مثل إذا في شخص يعني عارفة أحد ما يحب الصوت الإزعاج، شخص ما في توحد، بس من وايد ازعاج ما يقدر يقعد بهالمكان، فلازم نوخر عن هالمكان. هو نفس الشيء التوحد، يعني احس اللي انا اشوفه انه نفس الشيء يمكن يحسون فيه، فنقدر نحس فيهم. ان اللي ما يحب الصوت اللي فيه توحد يمكن يكون وايد overwhelming، فتشوفونه يغطي على اذونه او يسوي ازعاج او يوخر، لازم يوخر شوية عن الصوت. فأنا كان عندي وايد مهم إني أجيب هالنقطة وهالسالفة وهالأشياء، عشان وكان ودي أبين إن إحنا نقدر نستعطف مع الناس اللي فيهم توحد. كلنا، كل شخص بالعالم عنده شيء يتنرفز منه، ما يقدر يستحمله، من صوت، من أكل، من أنواع يعني نوع ملابس، شيء مع اللي في توحد الإحساس عنده يكون وايد حساس، اللي يصير لما يصير أوفر، يصير كمية وايد ما يقدر يستحمل. فتشوفون ردة الفعل القوية اللي تشوفونها. فأنا أحس إن الكل يقدر يحس. يعني ليش كان نقول إنه وايد فرق كبير بيننا وبين الشخص اللي فيه توحد؟ يعني ما نفهم إنه ليش قاعد يسوون هالأشياء، بس أنا أحس إن كلنا نقدر يعني نحس فيهم، لأن كل واحد عنده شيء هو يتنرفز منه. وتخيلوا لما يصير هالشيء تحتاجون يعني توخرون عنه شوية. فكان عندي مهم إن أجيب هالنقطة عشان أبين إن إحنا كل واحد، كل شخص فينا فيه شيء يمكن يأذيه، مو مرتاح منه، ما شنو، ويوصل مرحلة إنه يقدر ينفجر. فنقدر نحس باللي فيه توحد لما يتأذى ويحتاج فقرة شوي يرتاح أو يغير جو أو شيء. يعني هو نفس إحساسنا بس overload صاير. فمو فرق كبير يعني، مو فرق، هو في فرق بس مو فرق كبير اللي ما نقدر نحس فيهم امبي هم ناس ثانيين. لا، اتمنى ان وصلت الفكره، ما ادري قد جرب اشرحها. انا شنو كانت تجربتي مع التوحد؟ اشتغلت بمدرسه احتياجات خاصه، بس من قبل اشتغل بالمدرسه يعني كان عندي وعي على التوحد. عندنا ناس بالعائلة فيهم توحد، بس اشتغلت بالمدرسة طبعا عرفت وايد أكثر عن عالم التوحد وعن المجال وكل هذا. فإيه، إذا تبون قصص عن المدرسة هذا يكون فيديو ثاني، قصص وايد حلوة. أموت على اليهال بالمدرسة، كنهم عيالي، أموت عليهم. كان عندي كم طالب فيه توحد، أموت عليهم، وايد أحب اللي فيهم توحد، يعني عندهم special place in my heart، أموت عليهم. اللي أنا عندي كان وايد صعب مع الطلبة اللي ما يتكلمون، اللي ما يقدرون يتواصلون عن مشاعرهم أو يعبرون عن مشاعرهم. في يوم كان واحد كان وايد زعلان وماني عارفة، لأن في طبعاً كم طريقة للكلام مع ناس، يعني إحنا نتكلم مع النطق، بس اللي ما يقدر يتكلم يكون عنده يا ساين لانجوج لغة الإشارة أو على التليفون. الحين في وايد ناس عندهم يقدرون يتكلمون من التليفون. مرات يكون طبعاً صعوبة وايد صعب إن الواحد لا يقدر يتكلم نطق ولا إشارة ولا عنده يقدر يعني على هذا. فهذا يكون مرات الإكستريم، مو إكستريم يعني كشيء مو زين، بس إنه صعوبته وايد صعبة، وصعب إنه ما لقى للحين مجال يتواصل فيها مع الناس. في من تعليقات اللي من أكبر تعليقات يمكن عالم توحد إنه مو اجتماعيين. أنا أشوف أن هذا الشيء غلط. يعني نفسنا، يعني إحنا في ناس منا اجتماعيين وفي منا لا. نفس الشيء مع الناس اللي فيهم توحد، طريقة يمكن تعبير أو تواصل مع الناس صعبة، بس بالعكس
وايد اعرف، وايد اعرف من الطلبه اللي كانوا عندي وايد اجتماعيين، سوشيال باترفلايز. من الاشياء اللي تعلمتها اللي اشتغلت وقت اللي اشتغلت بالمدرسه ما كنت اعرفه قبل، العصبيه اللي يقدرون يوصلون لها، بس مو قصدهم يعني، يكون يقولون ما يستحملون، يوصل مرحله ان المشكله لما يكبرون شوي، بالذات يمكن الصبيان، انه يكون صعب الواحد يتحكم فيهم. فيمكن تشوفون على التيك توك او اعلام، او اذا ما شفتوا كلش يعني، يمكن الناس مو شايفين هالشيء، انه وايد يعصبون، يمكن يعورون غيرهم، يعورون نفسهم. ففي هاي السلوك اللي يبي له وايد وقت وايد شغل عشان يساعدونهم يعرفون شلون يتعاملون مع هالسلوك. وهو هو زين بعد حقنا، ومهم حقنا ان نعرف شلون نتعامل مع هالشيء. قبل اروح المدرسه ما كنت ادري، وكان لما يعني لما الاهل يكون معصب او مصمم على شيء، خلاص هو باله مصمم يبي هالشيء يبي هالشيء. فمرتين اتعورت بالدوام من هالسالفه، ان كنت اروح يعني امسكهم، امسك الشيء اللي يبونه، وهذا غلط، لازم تدورون لكم طريقه تتصرفون بهالمواقف، تعلمون هالشيء. الغلطه مني انا، انا لازم اتعرف ان شلون شنو لازم اسوي بهالموقف. يعني مثل كانت تبي المقص، كنت لازم ما امسك المقص من ايدها، لازم اشرح لها شوي شوي هذا غلط، هذا كذي، هذا كذي، مسكي هالطريقه. بس اذا تمسكينه وتمسك ايدك صعب، خلاص مخه مقفل على هالشيء. فهاي من الاشياء هم من لما الواحد يكون في توحد يمكن يعاني منها. وادري يعني من هي، ادري ان حست بذنب وكذي، بس يعني ما كان قصها كلش، بس هاي من الاشياء حسيت لازم اجيب هالنقطة، لان اذا في ابهات وامهات ادري يعني عندهم، هم انا قد تكلم توحد لان وايد احب اللي فيه توحد، بس اكيد في يعني صعب، وما ودي يعني اقلل من صعوبة المعاناة عشان يوصلون للمرحلة. طبعا انا ما راح اقدر اتكلم عن كل التفاصيل، لان انا ما عشت مع ياهل من انولد لكبر، اشوف كل الـ كل الـ يعني كل البروسيس عشان يوصل المرحلة اللي وصلها اللي انا شفتها فيه. فبس يعني عشان نفتح الموضوع، وبعدين عندنا طبعا اذا انتم فيكم توحد تبي تشاركون، تبي تكتبون بالكومنت، او اذا يعني ام وابو عندكم عيال فيهم توحد او شيء، تبي تشاركون، تبي تكلمون بالكومنتس، على الاقل عندنا مكان نتكلم عن الموضوع. شنو بعد في، ما ادري شلون اذا يحبون، ما عرفت اسال صراحه اذا هم يبون يتكلمون عن التوحد او عن تجربتهم بالتوحد، بس خلينا نشوف شلون، بس انا كبدايه نبدي على الاقل نتكلم عن الموضوع. حق الامهات والابهات اللي عندهم عيال فيهم توحد، اللي انا شفته بالمدرسه وانا درسهم، اللي الأهالي اللي مهتمين بعيالهم، يعني الياهل يوصل الاهتمام بالطفل شيء مهم، لأن اللي يهتمون بعيالهم التعب يبين عليهم. يعني اللي مو مهتمين بعيالهم هذي اللي يكونون أصعب الكيسز اللي شفتهم، اللي عنده ياهل وخايف على الحالة أو ما عارف يعني يتعامل معاها. في وايد طرق، وفي يعني مستقبل لهم، وفي كل شيء متوفر، ونعمة ياهل اللي في توحد، نعمة صراحة بالعائلة. إذا ما تعرفون ولا شيء عن التوحد وخايفين من الحالة، الطفل يقدر يوصل مستقبل، يكبر يكون عضو فعال بالمجتمع، يقدر يهتم نفسه، يقدر يعني كل شيء يقدر يوصل له. المهم أهم شيء الاهتمام، الاهتمام بالطفل. فكنت لازم أدخل هالشيء بهالفيديو وبس. هاي نبذة جنرال عن التوحد، وبس كان ودي أفتح الموضوع أكلمكم فيه، لأن يعني وايد وايد استغربت، قلت يعني يبينا توعية. أنا عندي يعني شوية فولورز أو عندي يعني كوميونتي أقدر أتكلم عنهم فيه، وش يعني عالم أنا كنت فيه، ليش ما يب يعني لازم نتكلم عن هالمجال، من بيتكلم عنه؟ أنا أعرف، خل أتكلم. فهذا هاي البداية، إذا عندكم أي سؤال كتبوا بالكومنتس، ومشكورين.